تغطيتنا ما زالت متواصلة مع حضراتكم مشاهدينا الكرام على شاشة القناة الأولى. ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المجلس الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة. دكتور علاء، ماذا تعتقد أن تكون أبرز الملفات جدلا ونقاشا بين الدول الكبرى ونحن في لحظات ما قبل الأخيرة والمفاوضات التي يتم إجراؤها ما بين مختلف الجوانب والمنظمات والدول للخروج غدا في اليوم الختامي للمؤتمر الخاص بالمناخ؟ أولا مساء الخير. ثانيا، ما زال هناك ثلاث نقاط خلافية، ولو نلاحظ دايما ان الجي 20 او قمه ال20 دايما ما تنعقد يا اما قبل المؤتمر المؤتمر الاطراف او اثناءه. يعني السنه اللي فاتت كانت في جلاسكو، كان قبلها بيومين، والسنه دي يوم 15 و16. دائما القرارات اللي بتطلع من جي 20 اللي هي مجموعه ال20 تؤثر تاثير كبير جدا على مؤتمرات الاطراف. فالنهارده في ثلاث نقاط خلافيه لسه لم يتوصل الى لم يتوصلوا المؤتمرين الى اي شيء، وبالتالي هيتمد المؤتمر الى يوم السبت. النقاط الخلافيه حضرتك اهم حاجه فيها اللي هم الاضرار والخسائر او صندوق الاضرار والخسائر. تمام. ده في دول كتير او يعني لسه في نقاشات، ان بيقولوا يعني في بعض الدول تقول احنا عندنا صناديق اخرى تمويليه اخرى. لكن المهم، الاتحاد الاوروبي يوم الخميس اتفق ان فعلا وافق على هذا الصندوق، ولكن التمويل حاليا هو اللي يدور عليه المناقشات. يعني حاجة الثانية اللي هو قبل الانتقال الى النقطة الخلافية الثانية فيما يتعلق بصندوق الأضرار والخسائر، كيف يمكن الوصول إلى آلية حقيقية وملموسة لتحقيق أو للوصول إلى هذا الصندوق لمواجهة آثار التداعيات المناخية برأيك؟ لازم الدول المتقدمه يعني تتعهد باللي تعهدت عليها قبل كده، حتى من 2009 في كوبنهاجن اللي هي ال 100 مليار لغايه دلوقتي كل سنه يغيروها. حتى الجي 20 او المجموعه ال 20 الاغنى في العالم السنه اللي فاتت قالت هنأجلها ل 2023، طب احنا خلاص على 2023. السنه دي يقول لك لا، جات لنا ازمتين، ازمه كورونا والتضخم العالمي وازمه الطاقه والغذاء، فبرضو عندهم يعني مبرر ثاني يعني. ولكن المفروض مش مبرر، المفروض حتى ندعم هذا الصندوق باي مبالغ حاليا ونستكملها بعدين. صحيح. فدي نقطه خلافيه وان شاء الله تتحل لان المؤتمر اتمد يوم كمان. النقطه الجوهريه برضو انا شايفها قوي الوقود الاحفوري. النهارده يعني في الجي 20 قالوا ايه؟ نتدرج في التخلص من الفحم، وما قالوش الغاز ولا البترول. فدي برضو نقطه خلافيه، وواضح ان طبعا مجموعه ال20 بجوار القاده، فواضح ان المؤتمرين حاليا في شرم الشيخ او الوقود متاثره جدا بقرارهم، يعني بقرار الرؤساء بتاعتهم. ولكن برضو لازم نلجا الى التخلص التدريجي من الوقود الاحفوري بشكل عام، لان قالوا للهند الكلام ده، الهند من اكبر المستوردين للفحم، فقالوا لا المفروض نعمل هذا الكلام على كل الوقود الاحفوري بما فيه البترول والغاز، ما تجيش على الفحم بس، انا معتمد على الفحم. وفي دول تانية برضو اعترضت على هذا الكلام، الدول الافريقيه، وانا بقول يا جماعه خدوا بالكم هي دي القنبله الموقوده. الدول الافريقيه قالت لا، النهارده ما فيش عداله مناخيه، انا عندي بترول، في بعض الدول عندها بترول، انا لازم استخدمه ولازم يساعدني في التنميه عندي. فدي حاجه ثانيه. الحاجه برضو المهمه او الخطيره، بعتبرها بقى خطيره، اتفضل، اللي هو عدم التوافق على 1.5 درجه. أيوة. اللي هي الثريشولد او الحد الادنى اللي المفروض نقف عليه. استنادا باريس قالوا ايه؟ قالوا دون الدرجتين ونص، او دون الدرجتين، ويفضل او يحبذ 1.5. هم ماسكين في الحته دي. بقول لك لا، حتى اليوم في البيان الختامي دكتور عفوا المقاطعه لمجموعه ال20 او الجي 20، البيان الختامي لها اكد على ضروره تحقيق درجه 1.5 درجه مئويه. يعني العالم منتبه لهذه النقطه، لكن كيف يمكن لهذه الوعود ان يعني تتحقق بشكل فيه جديه للتنفيذ؟ حضرتك هم قالوها، لكن برضه ما قالوش الوقود الاحفوري. انت عشان توصل 1.5 دي لازم تتخلص تدريجيا ل 2035 قبل ما توصل 2050 من الوقود الاحفوري كله. صحيح. سواء كان فحم او بترول او غاز. في جي 20 قالوا الفحم، ما حدش تطرق الا موضوع البترول والغاز، وبالتالي كيف تصل الى 1.5 درجه؟
يعني هي في تناقض هنا، وبالتالي فعلا دي نقطه المفروض الوفود النهارده وفود العالم تتفق عليها ان 1.5، لان لو زودنا 10 درجه مش هقول بقى درجه كامله هتاثر علينا بشكل كبير جدا كبير جدا، والناس لازم تفهم هذا الكلام. فللاسف الثلاث مشاكل دي عشان كده امتد المؤتمر الى لواحد يوم اخر يوم اخر ان شاء الله، وان شاء الله يتوافقوا باذن الله تعالى. وعلى فكره يعني لازم نفهم احنا ان مصر نجحت نجاح داهر في ادخال موضوع صندوق الخسائر والاضرار. صحيح. اوروبا الاول كانت معترضه حتى عليه، اوروبا معترضه، وبعدين مع الضغط، وده يعتبر من الانجازات الحقيقيه لقمه التنفيذ كما سماها الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني اود الانتقال معك الى مساحه اخرى دكتور علاء لو تسمح لي، هي مساحه الشارع او النشطاء ناشطي البيئه او الاصوات المدنيه التي تمثل لوبي او يعني ضغطا على الحكومات بالدول الكبرى. نرى عددا كبيرا من المنظمات من ناشطي البيئه يطالبون حكوماتهم بضروره الالتزام حيال التغير المناخي وانها قضيه تهم البشريه وتهم الكوكب بشكل كبير. كيف تتعامل حكومات الدول الكبرى مع مثل تلك الاصوات؟ والله تحترم تلك الاصوات، ولكن مش لسه برضه الاحترام الكامل. يعني برضه السياسه بتلعب، بعدين هم بيلعبوا مع النشطاء في ايه؟ يقولوا احنا عندنا مشاكل اقتصاديه، انا عندي مشاكل غذاء، انا عندي مشاكل طاقه، وبالتالي بيلعبوا بحته المشاكل الغذاء والطاقه دي. السنه دي كورونا والطاقه والغذاء يعني كان مبرر للزعماء الدول دي ان هم يواجهوا صعوبهم بهذا الكلام، لكن انا اعتقد السنه الجايه باذن الله تعالى هيبقى في ضغوط اكثر واللي بعدها اكثر، لكن احنا معنى ان احنا ندخل صندوق الخسائر والاضرار احنا حطينا العالم كله امام مسؤوليات. صحيح. ودي اعظم حاجه مصر عملتها واعظم حاجه السيد الرئيس اصر عليها وعملها. صحيح. يعني فيما يتعلق بجهود الدوله المصريه، المتامل لتلك الجهود عبر السنوات الماضيه سريعا ما يلاحظ كم كبير جدا من المشروعات الخاصة بالتحول للاقتصاد الأخضر والتعافي الأخضر. مصر تضع استراتيجية خاصة للتعامل معها 2050. كيف تقرأ جهود الدولة لمواجهة أثار التغيرات المناخية؟ لا طبعا جهود رائعة جدا، وعلى فكرة حطت مصر في مصاف الدول المتقدمة، لأن مصر النهاردة اتخذ مجموعة إجراءات من استخدام الطاقة النظيفة، إذا كان كهرباء من الشمس او استخراج كهرباء من الشمس او من الرياح في بنبان وفي جبل الزيت، بجانب النهارده مصر النهارده بتقود المنطقه كلها الشرق الاوسط في موضوع انتاج الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء. ومصر فعلا بدات في منطقه قناه السويس وعملت يعني فعلا عملت المرحله الاولى من مصنع انتاج الهيدروجين الاخضر اللي هو هيمد مصنعين اخرين من الامونيا الخضراء، وباذن الله تعالى مصر هتسعى او بتسعى حاليا ان تصل الى انتاج 8% من الانتاج العالمي، عشان هتصدر الكلام ده وهيجيب لنا عمله صعبه وهينعش منطقه قناه السويس بشكل كبير. منطقه قناه السويس انا بقول يا جماعه ده املنا كله، ان هي الصناعات والمشروعات اللوجستيه والصناعات اللي هتعمل على طول محور قناه السويس باذن الله تعالى يكفي مصر من اي شيء، ويوصلنا ان شاء الله الى 70 مليار زي ما محسوب ومحسوب بدقه، 70 مليار دولار في السنه ان شاء الله، مش 7 مليار دولار خلاص نجيبه، لا هنجيب ان شاء الله 70 دولار 70 مليار. دكتور علاء، هل برايك الدول الصناعيه الكبرى قادره على يعني وضع ملفات المناخ على سلم اولوياتها وعلى راس اجندتها الخاصه في ظل يعني ازمات اقتصاديه عالميه بتعصف ب يعني كبريات الدول باقتصاداتها؟ نتحدث عن الحرب الروسيه الاوكرانيه، نتحدث عن ازمه كورونا، عن توقف سلاسل الامداد، يعني هناك ازمات عاصفه. الى اي مدى هذه الدول الكبرى تستطيع ان تضع على سلم اولوياتها القضيه المناخيه ومواجهه اثار التغيرات المناخيه؟ لا طبعا هتحطها، لان النهارده زي ما قلت العالم كله انكوى من التغيرات المناخيه. على فكره هم مش بيعارضوا من مجرد المعارضه، هم عايزين يحلوا مشكله التغيرات المناخيه ديت النهارده قبل بكره، ولكن فعلا واجهوا السنه دي الحرب الروسيه الاوكرانيه اثرت على الطاقه عندهم بشكل كبير جدا، وبرضه واجهوا موضوع كورونا، يعني ازمات ورا بعض متلاحقه. وعشان كده بقول الله يكون في عون مصر، يعني مصر النهارده كورونا ثم التضخم العالمي مش المصري العالمي، فالله يكون في عوننا ان احنا قادرين نقف على رجلينا. واعتقد ان اوروبا شوف النهارده مش بتتنصل، بتاجل
وتسوف عملية التعامل مع التكييف التكيف والتخفيف تخفيف. لأنها فعلا في أزمة عالية، ولازم نفهم كلنا كشعب مصري بقى إن إحنا برضو متأثرين بالأزمة العالمية، وإن إحنا لازم نصبر شوية وإن شاء الله كله خير. والنهاردة المشاريع القدرة الجميلة اللي مصر تعملها يعني فعلا هتدر على مصر أرباح وتدر على المواطن المصري إن شاء الله الخير كله. فلازم ان شاء الله خلال سنتين ثلاثه او الاربعه الجايين كل شيء هيبقى كويس. يعني اشرت دكتور علاء منذ قليل في معرض حديثك عن يعني غضب او استياء بعض الدول الافريقيه فيما يتعلق بملف وقف الوقود الاحفوري، وذلك يعني لحقها في التنميه. هل هناك حلول ما يمكن ان تصل اليها هذه الدول؟ انا كدعمها الحل يعني النهارده شايفين ان الدعم بسيط، ومع ذلك بتطالبوا كمان ان يوقف انتاج بتروله وان يستخدمه في الصناعه، فطبعا شيء متناقضين. والله عايز يوقف وعايز يلتزم بالاقتصاد الاخضر وبالصناعه الخضراء، لا اديله دعم، اديله دعم. فانت النهارده مش عايز تديله دعم وتقول له في عداله مناخيه، لا طبعا هيستخدم الوقود الاحفوري، وانا قلت الكلام ده، ولو طال ان هو هيزيل الغابات ويستخدم الاشجار بتاعتها هيعملها لو ما اديتلوش دعم الكافي. اذا النهارده زي ما انا بقول افريقيا قنبله موقوته، افريقيا لازم النهارده يتم دعمها بشكل كبير. مصر برضو مصر تاخد على عاتقها النهارده موضوع التخفيف والتكيف، ومصر النهارده عملت مشروع جباره على طول فواريح سواحلها لانها معرضه الى كتير في الرايز اصعب سلطه البحر. ومع ذلك يجب اولا دعم مصر، ويجب صرف معونات برضو لمصر وافريقيا. انا كده بقول مصر، هنا مصر متاثره، بس مصر السنه دي هي محطوطه يعني بين نارين. اولا ان هي عايزه قصتها طبعا تنفذها ولازمتها بتاعتها تنفذها وتطلب المساعدات، وفي نفس الوقت هي رئيسه المؤتمر في حرج، وفي نفس الوقت بتحاول ان هي تقوم بدور التوفيق بين الوفود بتاع مصر النهارده بين زي ما بيقولوا بين السندان والبطرقه. فان شاء الله تعالى مصر باذن الله يكفي. انا بقول الف شكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والف شكر للسياسه المصريه والدبلوماسيه المصريه اللي حطت بند اللي هو الاضرار والخسائر. انا بعتبر ده وهو كما اشرت من الانجازات الكبرى حتى الان، وهي مهام تفاوضيه شاقه يعني بتقوم بها الرئاسه المصريه لمؤتمر كوب 27 من اليوم وحتى الغد، وكان سببا رئيسيا في تمديد يعني العمل للمؤتمر ليوم الغد للوصول الى حلول ما توافقيه وحلول تنفيذيه وفعليه تحقق هذا العنوان الرئيس للمؤتمر العالمي للمناخ، وهو ان تكون قمه التنفيذ بشكل اساسي على الارض. اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله دكتور علاء النهري نائب رئيس المجلس الاقليمي لعلوم الفضاء بالامم المتحده، شكرا جزيلا لك.